ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن حاجه جديده كالعاده، يعني ان شاء الله هنتكلم الفيديو ده عن حاجه مهمه جدا. دلوقتي لما بتفرج على اليوتيوب مثلا وعندي حصل لي مثلا ميعاد، عندي ميعاد او كذا، ومثلا بتابع اي حاجه على اليوتيوب وعايز يعني اروح مشواري، وانا في السكه عايز اسمع افضل مكمل متابع مع اللي انا بتفرج عليه، طبعا اليوتيوب ما بيدينيش الخاصيه دي، يعني ان انا اكون بتفرج على حاجه واحطها في الخلفيه وافضل ايه اكمل واستمع. الخاصيه دي متاحه على اليوتيوب، بس متاحه على اليوتيوب المدفوع، مش متاحه على اليوتيوب المجاني. طب انا ازاي اقدر اوفر نفسي الخاصيه دي واسمع اي حاجه عن على اليوتيوب عادي خالص في الخلفيه بدون اي مشاكل؟ طبعا انا يعني اللي انا هعمله النهارده ان انا هخليك تعرف تشغل اليوتيوب في الخلفيه، وهو تطبيق اليوتيوب، يعني هو بتعرف تشغل هو اليوتيوب بدون اعلانات بدون اي حاجه، اليوتيوب الطبيعي عادي خالص بتعرف تشغله في الخلفيه بشكل سهل جدا. نشوف مع بعض دلوقتي. لو انا مثلا على سبيل المثال حاجه زي اللي انا بتفرج عليه ده بسمع على اليوتيوب عادي خالص، تمام، عايز مثلا اخد التاب وامشي ولا اروح ولا اجي ولا اعمل اي حاجه، طب اجي مثلا مش عارف اتفرج عليه، فانا عايز احطه في جيبي مثلا كموبايل واحطه في جيبي واحط السماعات في وداني وامشي اكمل بسمع هو بيقول ايه، اجي اطلع من تطبيق يوتيوب الفيديو وقف. طب حلها ايه؟ الموضوع سهل جدا. هتيجي مع بعض دلوقتي كده هحط لك لينك الموضوع على المدونه، هتخش عليها تلاقي رابط تحميل الاداتين، يعني الاداه دي ودي. اول حاجه بس خلي بالك الكلام اللي انا بقوله ده خليه بالترتيب، الاداه اللي هتسطبها الاول على الاندرويد بتاعك، وهما اندرويد يعني الاداتين امان مفيش ادنى مشكله فيهم. الاداه الاولى دي مايكرو، دي علشان تعمل تنسيق بين التطبيق بتاع اليوتيوب اللي انت هتنزله وحسابات جوجل، تمام. لو بس خلي بالك لو انت عكس سطبت الاداه الثانيه قبل الاداه الاولى يحصل خطا، احتمال كبير يحصل خطا عندك في، هتقدر تتفرج على الفيديو عادي وتشغله بس مش هتقدر تدخل تسجيل حسابك على جوجل، مش هتعرف تفتح قناه اليوتيوب بتاعتك الخاصه بيك على التطبيق، تمام. انت كده شغلت الايه، نزلت الاداه الاولى. الاداه الثانيه اللي هو تطبيق جوجل اللي بيسمح ليك ان انت تفتح اي حاجه عندك في الخلفيه. الموضوع بسيط جدا 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 جدا، يعني هو بيتسطب دلوقتي ثواني مش هياخد حاجه، يعني اهو اتسطب. نفتحه عادي خالص، هتيجي ديسمس على طول. عندك اي حاجه؟ ده يوتيوب عادي، يعني هو يوتيوب عادي خالص. اسمع مثلا جالاكسي فولت، اسمعوا مثلا تمام. كل حاجه في اليوتيوب العادي خالص، مفيش اي حاجه مختلفه، هو يوتيوب تطبيق يوتيوب بالفعل. عايز ترجع في الخلفيه رجعنا في الخلفيه، التطبيق شغال مفيش ادنى مشكله في الموضوع ده. طيب كده انت دخلتنا عليه على التطبيق على الفيديو عادي خالص، تمام. طب انا دلوقتي عايز افتح حساب على اليوتيوب، طبعا احنا سطبنا الاداتين بالترتيب بالترتيب. هاجي اخش تسجيل دخول اضافه حساب، دخول قهوة تشرب قهوة، تمام. زي ما انت شايف كده البريد الالكتروني، هتكتب حسابك عادي خالص وتسجل دخول عادي خالص كأنك بتسجل حسابك على اليوتيوب الطبيعي. اتمنى الفيديو يكون مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا بصلاح الدعاء، ما تنساش تشوف رابط المدونة بتاعت مهندس الواقع، الحمد لله عملنا مدونة للقناة. وشجعونا، ما تنساش تشترك في القناة، تشترك على جروب مهندس الواقع على الفيسبوك وعلى الواتس وعلى صفحة مهندس الواقع على الفيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.